아유. مرحبا عادي. وين ليه تاخرت؟ بكرتني بهمي يا زلمه. شو ليه تاخرت؟ شو المصيبه هلا؟ طب شو بدي اعمل انا مع هذه شركه التليفون؟ شو عملت؟ لك بتطلب بيعطيك ايرور ان كونكشن، ما حدا لا بتستقبل ولا فيك تطلب حدا ولا فيك تتشحن. طب شرجت الخط؟ اخي شرجته قالوا لي من 3 ايام، قالوا لي انه معك 4 ايام بعد 5 ايام. اوكي، هاي اول امبارح، يعني بعد في يومين. تجرب ها؟ بتجرب تطلب؟ اطلع جرب. جرب تفضل. جرب شوف. ماني عارف شو بدي ساوي يا زلمة. طلب ابشي. شو هم عم بقول لك؟ ولا وحدا وشفت هديك اليوم واحد بيلي امبارح كل الليل عم دق لك وما عم بيعلق التليفون. ايه والله. شو هالمصيبة ها؟ طب دقيت اف نام معك رقمة هاي انت؟ شو بدك هلا بهالقصص؟ طب دقيت على الشركة؟ على شو الشركة؟ دق على 111. على 111؟ بدق على 111. ها لحظة بس انا عارف كيف بدي اخلص من هذا الموضوع. لا قال بتروح بيقولوا لك كلها اوفرات. بلش كبوس واحد. بيقولوا لك كلها اوفرات. قال انه شرج بهالقد على قيمه 10 دولار. بوس اثنين. هي بكل بلاد هلا هون هيك. هلا دي باجي طويله عريضه كل بلاد العالم يا زلمه. لا ما في الا هون. الا هون بوس ثلاثه. تفضل قد ما فيهم يسحبوا منك مصاري على. طيب وشو بيقول لي صاحب المحل؟ شو؟ بيقول لي 4 ايام معك لقدام، بوس 4. ايه. ما قالهم يومين، يعني بعد في يومين. بركي حكيت فيهم كلهم. الو. مرحبا خيي. حبيبي أنا لو سمحت أنا بعد عندي بالتشريج عندي 4 ايام على أساس من أول امبارح. نعم؟ لا لا ما بعد في على أساس يومين. أوكي، إيه 70. طيب لا ما بعد عندي يومين حبيبي مع اساس. نعم. والله هيك صاري. سكر. شو في؟ احترق خطي عادي. كيف احترق؟ عم تحكي جد؟ هلا حرقوه. احترق. شو يعني شو بعمل بحالتي؟ طيب زير زير زير. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ لا احسن. شو عم تعمل بحالتي؟ شو هذا اللي شو عملت؟ خلينا نطفيه لما يحرق الدنيا هون. يحرقوك بنار جهنم. راحت الأبره. احترق الخط. احترق الخط. ما احترقت انت شو بتولع قبوله؟ ما خلص ما عاد تجي. ما عم يهمني. ما قلت لي احترق خطك خبص.